بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. نرجع لسورة النحل للآية 62، ويجعلون لله ما يكرهون، أي الملائكة هي بنات ليس الذكور. اقتلي احنا مع الناس الفكر ذا، الفكر المشوش، الفكر الملتوي الغير واضح الغير مستقيم. يقول مولانا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة، يعني متكلموا كان كذب الكلاب الصاينة باش فسدوا العالم بالكذب، وأغلب البشر لا ما عندها أهلية باش صدق الكذب، يعني بذاتها عند غريزة الكذب الصادر عنها وغريزة الكذب اللي جاي من غيرها، يكون من سواها. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. قالك احنا يعني انا لهم الحسنى، احنا عاقبتنا خير، الأموال بالحساب، الذرية بالحساب، شنو يعني ناقصي ما ناقصين شيء، وهذه لهم الحسنى. والحسنى ان نحن في القرآن ان نرى الله كفاحا، اللي ارضى الله في الدنيا سيجازيه الله ويرضيه حين يرى مولاه من رؤيا كاملة، ويكلمون ويبشرون بأنه لا موت بعد الآن، متنا في الدنيا وربما تعبنا أثناء سكرة الموت، أما الآن وقت يتخن للجنة نبهنا ربنا وبشرنا ألا موت بعد الآن، يعني قدري ليس فيه موت لا بالنسبة ليكم ولا بالنسبة لأهل الجحيم. ما قلنا الآخرين كلما نضج من خالدين مخلدين، وخاصة أنك جمع المنافقين وما أكثرهم وما أذلهم وما سكن عليهم، هذوك معد في الدرك الأسفل من النار، قدر بعض منهم سيتوب عليهم ربي، لأنه ربما بقيت في قلب بعض هؤلاء الأنذال أي المنافقين ذرة إيمان، فالله لحظة ما يأمر الملائكة يقول لهم خرجوا كل من كان في قلبي ذرة إيمان، هؤلاء يخرجوا بعد عذاب أليم وطويل. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم هم مقترين بالمال والأطفال، لا جرم أي لا شك لهم أن لهم النار وأنهم مفرطون، فرطين يعني في حظ رضا رب العالمين، ما عندهمش ومش مأمنين به، كيف شي يفرطوا من العذاب، مش مأمنين بما ذكر اللي حتمية يوم البعث سي انكونترابل سو جور دو لا ريزيركسيون اي ني اتم par aucun doute il est sûr et certain. لا جرم اي لا شك نل دوت ان لهم النار وانهم مفرطون، يعني فرطوا في فرصه غاليه وقتد في الدنيا كنت تجي مصلح في اخر عمرك، كما ذكرنا في كم مره في الايه 70 من سوره الفرقان الذي سير نمو. وعندنا أغلبية النصارى يقول لك احنا الكنيسة هي تعلمنا كيفاش نفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الجميل والقبيح، وقتلي هما ضايعين فيها يزون دي زيو هاقار ينوار ريان دي لارياليتي يزون دون لدوت أبسولو. يقول لك اني en train d'apprendre le discernement par l'intermédiaire des agents de l'Église. Or, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous n'avez aucune vérité. Vous proférez des pseudo-vérités.
voilà ce que vous êtes et ce que vous faites, et vous allez avoir ce que vous allez avoir. Wassalam ala ahl as-salam.